هو اكيد مهاب، اخوه اتسجن وابوه اتجنن، يعني عيلته كلها اتدمرت. جواها غير اللي يحرق بلد. بس في حاجه مش قادر ابلعها، اللي يخليه يحرق لنا مكان ابوه كده طالما ابوه بيساعده في خطته؟ مش شايفها غريبه دي شويه؟ يمكن عشان مهمته انتهت. يوم يحرقه لنا يعني؟ يمكن عايز يكبر ويرجع البيت، امه لوحدها وتعبانه. كويس، يلا يلا. ايه ده؟ بص، سيب لنا الباب مفتوح، يعني خلي بالنا ممكن يكون عامل لنا كمين. الآن خليك هنا. الآن ليه يا عم؟ يلا بينا. الريحة دي شمم بيت قرف أمه. على يد شخص مجهول طالب الحكومة بالإفراج عن ثلاثة من السجناء الأبرياء على حد زعمه مقابل إطلاق سراح اللواء. الداخلية من جانبها رفضت التعليق على الحادث. المهلة التي أعطاها الخاطف للحكومة لتنفيذ شروطه لم يتبقى منها غير أيوة حبيبي. أنا الحمد لله يا بابا، أنت طمني عليك. أنا كويس، أنا استدرت مظبوط الحمد لله. سمعت عن الانفجار اللي حصل في طرة؟ لا ربما تكون بينها حاجة كبيرة قوي. الحمد لله ان انت مش هناك. طب ما تنساش تاخد الدواء. صباح على خير يا حبيبي. مهاب كان لي شريك في الورشه، محمد عز الدين، زمايل من ايام الجامعه، دلوقتي عنده معرض اجهزه منزليه. جبت العنوان؟ تسلم يا معلم. معلم رضا بقى وصاحب الليله دي كلها. عاش يا مر. تلاشى معلم الباشا خارج الخدمه. ليه، هو عنده مشكلة مع الضباط؟
لا ابدا، شبكه بنته اتسرقت، راح يبلغ حاجه زي يومين. عادي يعني بتحصل. اقول لك يا معلم، شوف لنا حته بقى نغير فيها. الله يرضى عليك. ان شاء الله. يلا همتك معانا. مش عايز رجلك تيجي في السكه دي يا شوشو. السكه دي ضاعت نسوان كتير. وانا بقى لسه حضيح ولا ايه؟ انا مستخسرك في السكه دي يا شوشو. كان في منه، كان في منه وخلاص. هي عايزه تاخرك كده ليه؟ الحر ما ياخدش كل ده. انا هنزل ابص عليها. مش هتضرب؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ امال انت جايه ليه؟ انت مش هتاخدي فلوس؟ انا مش عايزه منك فلوس. يعني ايه مش عايزه فلوس؟ امال عايزه ايه؟ انا مش رافضاك انت بالذات. انا مش طايقه الليله كلها. ايه الكلام ده؟ طب جيتي ليه؟ رد عليا. برجو هددني بالقتل انا وشهيره. مش شغلي، أنا مالي أنا. أنا كان ممكن أجاريك في اللي أنت عايزه على فكرة. طيب ما عملتيش كده ليه؟ ردي عليا! كنت هتخسر حياتك. أخسر إيه؟ هتخسر حياتك. ليه إن شاء الله؟ تعيانة ولا إيه؟ برجو عايزني أقتلك. برجو عايزك تقتليني أنا؟ لا لا لا. واسعة دي، شوفي لك حاجة تانية. الأمبول ده فيه سم، نقطتين منه على كيس بتشربه وشكرا. أنا ما أعرفش عنه حاجة. ده أنا قلت أنت اللي هترسيني على الحوار كله بعد ما عرفت ان انتوا زمايل قدام. كل واحد مننا راح في طريق، كنا بنشوف بعض صدفة، حتى في الفترة الأخيرة الصدفة دي قلت بعد اللي حصل لعيلته. هلاقيه فين؟ معرفش، حقيقي معرفش. برضه؟ ده أنا بقول إن انتوا أصحاب قدام، يعني أكيد تعرف حتة كده ولا كده بيقعد فيها. مش قادر أحدد لك مكان معين، هو أصلاً نادر لما كان بينزل من البيت. عموما تشكر يا هندسه. احنا تحت امرك انت واي حد من زمايلك. عروض خاصه جدا لرجال الشرطه. ماشي، يبقى نشوف الحوار ده بعدين. نورتنا يا فندم وشرفت المعرض. قال لك ايه؟ ما قالش حاجة. كداب برخصة. كل حواراته اشتغالات. يعرف مكان مهام. أكيد. أنا محتاج يتشد. الطنجة. وضغط عالي. بس أنا قلت أجي أقول لك الأول. تسيب لنا الطلعة دي؟ سيب عليا أنا المرة دي. عيش. عمر فاروق مباحث. قرية يا باشا. هو مفيش حد غيري في البلد دي ولا ايه؟ واضح اننا بنحبك، زي ما بتقول كده قلبنا اتفتح لك. طب انا ما عنديش جديد، وكل اللي عندي انا قلته لزميلك. وانت ما بتكدبش عشان الكذب حرام. طبعا يا باشا. ايه ده؟ ايه ده يا باشا؟ ايه ده؟
فين يا باشا؟ معلش معلش انا متوتر جدا مش عارف ليه. دفتره ايه دفتره ده يا باشا؟ لا 48 بوصه دي حلوه جدا روعه. لا لا دي 11000 جنيه يا باشا عشان خاطر تبقى سمتك يا راجل. انت بتصرف كتير. بلاش بلاش يا باشا. هقول لك كل حاجه هقول لك على كل حاجه. لا لا مهاب فين؟ مهاب مهاب انا ما اعرفش عنه حاجه بقالي مده، بس هو مصمم ينتقم لاخوه. الاقيه فين؟ جدتي الله يرحمها عندها بيت في دار السلام يا باشا في الملأ، تالت بيت على طول بعد مستودع البوتاجازات يا باشا، البيت من بابه بتاعنا يا باشا. من بابه بتاعك؟ اه والله يا باشا من بتاعنا من بابه. خلاص يا باشا. عمر فاروق دي نمرتي، فلوسك هتجيلك النهارده. الله رجعت بسرعة. ايه شفت منظر ما عجبكش؟ يا ريتني شفت حاجة. شكلهم كده بيشقلبوا في الأوضة اللي فوق. انت عارفاني ما بحبش ابقى عزول. انت طول عمرك اصلا زيك انت واختك. راح فين؟ راح اعمل زي الناس. حمام بواب ورا الفيلا. اجي انور لك. يا حبيبتي الموضوع مش مستاهل كل ده. خليه بات عند ابوه النهارده وبكره خديه. معتصم مش عايز يرجعهولي تاني. مش بمزاجه. انت حاضنه. ده دي الحاجه الوحيده اللي انصفوا فيها الستات. انا هعلمك قانون ولا ايه؟ محاميين اخر زمن. روقي روقي. الدنيا خانقه خلقه. وما تخلقيش لنفسك مشاكل وهموم. اجيب لك حاجه تشربيها على حساب المحل. لا ميرسي مش عايزه. طيب يا حبيبتي. سلام بقى. سلام. الو تعرفي ان شكلك اجمل وانتي زعلانه؟ على فكره اللون ده يجنن عليكي. ايوه انا قريب منك وشايفك. انتي وقفتي دلوقتي وبتبصي حواليكي وبتدوري عليا. ايوه انتي كده قربتي كمان. لا مش ده ولا ده. وعلى فكره انا شكلي مش وحش قوي كده. مش ده كمان ولا ده. ومش معقولة كون ده. معقولة مش عارفة تتخيلي شكلي بعد كل الكلام اللي اتكلمناه ده. مش لازم تدوري عليا حواليكي في المكان. ممكن برضو تدوري عليا بره. شاطرة يا ليلى. قربتي جدا. ايوه لحظة معايا في حاجة؟ انا اسف. كويس انك اعتذرتي له عشان ما يبقاش شكلك وحش. مش هتشوفينا غير لما اقرر انك تشوفيني يا ليلى. انت عايز مني ايه؟ انا عايز اعرف مكان عمر. انا ما اعرفش مكانه. ليلى كلميه وقولي له انه وحشك واساليه عن مكانه. انت بتعمل كده ليه؟ هكلمك بعد 5 دقايق. افتكري كويس اني شايفك ومفيش داعي لاي تصرف ترجعي تندمي عليه. سلام. ملعون ابو اللي خلفوك. يعني ايه عايده مش عارفه اتعاملي معاها؟ دي عيله ما كملتش 15 سنه. بقول لك ايه؟ انا مش ناقص توتر واعصاب كل دي، انا عندي شغل. ايه فين عايده؟ اقفلي ما تقرفنيش. ايه ده بس يا ناصر؟ يا عم دول لو دورتين هيتعاملوا مع بعض احسن من كده.
الو يا ليلى. وحشتني يا عمر. وحشتيني انت كمان. انت فين؟ في طريقنا لدار السلام، حددنا مكان المجرم. ان شاء الله نوصل للواء صالح. ربنا يوفقك يا عمر. عملت اللي انت عايزه. قتلتي؟ ايوه. برافو عليك يا وز. انا كنت عارف ان انت اللي هتخلصي. تيجي نخرج نتعشى سوا؟ اهي فرصه احمد عند بابا في البيت. ما تخافيش انا عزماكي، انا عارفه انك بخيله. بهزر معاكي، فكيها بقى. على فكره في موضوع مهم عايزه اكلمك فيه، حاجه تخصني. خمني كده. مش عارفه والله يا ريم، انا مش في المود. محمود جه البيت وقرا فتحه مع بابا. مبروك. امه قرشانه بس انا كبرت، لكن محمود كويس. لو على امه انا ما كنتش ارتبطت بيه. بيني وبينك انا خايفه عندس، هو في حد بيتجوز الايام دي؟ كله بيصاحب ويشهيص شويه ويخلع. قوليلي في اي جديد بينك وبين عمر؟ اوعي يفلت من ايدك، ده عريس لقطه. اهو يعوضك عن الجوازه النحسه اللي انت اتورطت فيها. معتصم بقى اول ما شفته ما نزليش من زور. انا مش فاهمه ايه اللي عاجبك فيه، لكن عمر حاجه تانية خالص. برنس. انت محظوظه ان ربنا وفقك مع حد زيه. ايه ده يا ليلى؟ من امتى تشربي سجاير؟ اللي ما عملتيها وقت الصياعه والجامعه. جاي دلوقتي تشربي سجاير؟ سيبك من السجاير، ضررها اكتر من نفعها. ده لو ليها نفع اصلا. كفايه يا ريم ارجوكي. يا حبيبتي انا قلبي عليكي، عمر لو عرف انك بتشربي سجاير هيقفش عليكي. كفايه يا ريم بقى، كفايه كفايه، اسكتي بقى. في ايه يا ليلى؟ انت رايح على فين؟ يا بس هو ملا قلبي وملا يا شهيره، بس مش عايزين الظابط يشكل علينا. رخصك. اتفضل يا باشا. البنات دي معاك بتعمل ايه؟ جيراني سعادتك بوصلهم. جيران. البنت دي شاربه حاجه؟ يا باشا شاربه يا باشا، بقول لك جارتي. طب اركن على جنب لما اشوف جيرانك. حاضر يا باشا. بس بقى بس. ايه يا باشا؟ نشوف بقى الجيران. انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتصرف ازاي. دكتوره، الدكتور بيمر بمرحله صعبه جدا، لازم نتحمله. كل الناس بتمر بظروف صعبه بس بيوصلوا حياتهم. انا عارفه ان صبري متعلق بغاده ومش عامله حسابي يعني انه يبقى طبيعي، بس رد فعله زياده عن اللزوم، حالته تقلق. ايوه على قد الصدمه، الصدمه كانت كبيره فرد فعلها كبير. تخيل انه متصور ان ربنا بيبعت له رؤى وبيكلمه عن طريق غاده. وغاده بتقول له ايه؟ قصدي ربنا يعني بيبعت له ايه في الرؤية عن طريق غاده؟ عايزاه يعرف مين اللي اغتصبها ويرجع لها حقها. الهلاوس اللي بيشوفها الدكتور بتخليه يهرب من الواقع، مش عايز يصدقه، لدرجه انه بيهرب في الهلاوس دي على انها الواقع بتاعه. طب والحل ايه؟ أنا عايزة حل، مش عايزة تنظير. صبري بالنسبة لي مش جوزي وبس، ده الحاجة الوحيدة اللي فضلاني في الدنيا دي كلها بعد اللي حصل لبنتي. والله يا دكتورة، دكتور صبري شخصية عنيدة وذكية، وأنا شايف إنه النصح معاه مش هيجيب نتيجة، خصوصاً إنه مش مقتنع أصلاً إنه مريض. يعني إيه؟ مستسلم؟ هو ده اقتراحك؟ نسيب الراجل يتجنن؟ أنا مش موافقة على الاقتراح ده على فكرة. عن إذنك أنا راجعة لك بعد شوية. Thank you.
أنا مش مجنون يا راجل، ما تضيعيش وقتك ووقتي، أنا مستعجل. أنت لازم تتعلم، أنا مش مستحملة أشوفك كده أكتر من كده. أنا بقيت إنسان تاني، رب الكريم وخلقني من جديد. أنت مريض. الأصوات اللي بسمعها، الرؤى اللي بشوفها حقيقة، هبة من عند ربنا. رب الكريم موزع عطاياه على خلقه، اختصني بواحدة منهم، مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. صبري بعد اللي حصل لبنتنا، أنا ما بقاليش غيرك. أنا بوفي بوعدي لبنتي. بنتك ما طلبتش منك حاجة، والحاجات اللي بتسمعها دي وتشوفها هلاوي السمعية بصرية. أنا منتظرة إني أنفذ لها رغبتها. لو كان لازم تعمل حاجة لغادة كنت عملتها لها وهي عايشة. بس عايشة. الوصل ده تستلم بيه الرخص. طب الوصل ليه يعني يا باشا؟ يعني معلش يعني يا باشا، عشان خاطر انا. انت عارف لو ما غورتش دلوقتي من قدامي وخدت النسوان اللي معاك دول ومشيت، هعمل لك قضيه طاعات انت وهم وبيتكم في الاسم. يا باشا اسم ايه وطاعات ايه يا باشا؟ اعتبرني يا باشا انا ما جيتش كمان هنا. شكرا سعادتك. سلام يا بيه. شكرا يا باشا. حدث مساء اليوم انفجار ضخم هز منطقة ترى هذا، ولم يسفر الانفجار عن أي إصابات. هذا وقد انتقل على الفور قيادات وزارة الداخلية للوقوف حول أسباب الانفجار، والذي لم يسفر عن أي إصابات بشرية. هذا وقد أشارت المصادر الأمنية بارتباط الانفجار الضخم باختطاف اللواء صالح عبد الرحمن، والذي تم اختطافه منذ 20 ساعة، وقد حذر الخاطف من أن المهلة 24 ساعة فقط. هات سيجارة. بلاش يا باشا، انت ما صدقت ان ربنا تاب عليك منها. اقول لك هات سيجارة. لا، سعادتك قلت لي ما تدينيش لو انا طلبت منك. طب يلا 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 دلوقتي.